السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية وأهلا وسهلا فيكم. بتعرفوا أنا بنعمل فيديوهات عن الأماكن السياحية والأماكن اللي ممكن تزورها في أوتوا وجاتينو والأماكن اللي حواليها. ريسنتلي وصلني كتير كتير أسئلة عن شو الفرق بين أوتوا وجاتينو. أوتوا وجاتينو هم مدينتين توأم، أنا دائما بسميهم توأم لأنهم ما بتقدر تفصلهم عن بعض، قريبين كتير على بعض، ناس كتير بعيشوا في أوتوا وبيشتغلوا في جاتينو والعكس نفس الشيء، بفصلهم نهر واحد اسمه نهر أوتوا. والناس كلها بسموهم The National Capital Region، مع انه أوتوا تابع على مقاطعة أنتاريو وجاتينو تابع على مقاطعة كيبيك، عشان هيك في فرق كبير في الـ الأمور اللي داخل والأسعار والتاكسز. هحكي عن كل هاي الشغلات، لكن تذكروا لانه المقاطعة بتختلف مش عشان المدينة بس. هلا اللغة في أوتوا تعتبر بايلينجواليزم، اللغتين المحكيتين فيها الاوفيشال اللي هم الانجليزي والفرنسي، مع انه 70% او 69% من السكان هم انجلوفون بيحكوا انجليزي، لكن كثير من الاماكن والسيرفيسز موجودة باللغتين الفرنسي والانجليزي. بالنسبة لجاتينو لا، جاتينو تعتبر المقاطعة الفرنسية، فاللغة الرسمية الفرنسية، يعني كل اللوحات، كل الأماكن، كل الإشارات المرور كلها بالفرنسي. 70% من السكان بيحكوا الفرنش، هوفر في ناس كتير متعلمة لأنه قربها لأنتاريو، فناس كتير بتحكي إنجليزي. البوبوليشن تبعت أوتوا حوالي 1 مليون، في جاتينو حوالي 270 ألف نسمة. زي ما حكينا أنه أوتوا تابع على البروفنس أوف أنتاريو، جاتينو تابع على البروفنس أوف كيبيك. الترانسبورتيشن في أوتوا اسمه أوسي ترانسبورت، في جاتينو STO. في تيكتس بتوصل بينهم، في باصات بتوصل بين المدينتين، يعني بعض باصات STO أو معظمها بتوصل لداون تاون تبعت أوتوا، والعكس في بعض الباصات توصل من أوتوا لجاتينو. بدنا نحكي عن الاسعار، الاوتيليتيز، الكهرباء تعتبر ارخص كثير في كيبيك. المتوسط في 2017 البيت كان يدفع 100 دولار في أوتوا، في كيبيك كان يدفع 56 دولار، فتقريبا نصف السعر للكهرباء. الميه في أوتوا احنا بندفع كل شهرين على الميه، البيلز مش رخيصه. في كيبيك ما بدفعوا عن المية نهائيا. الانشورنس تبع السيارات أرخص كتير كتير في جاتينو وكيبيك، تقريبا بدفعوا، طبعا بيعتمد على أمور كتير الانشورنس، قديش إلك، كم سنة بتعمل درايفنج في كندا، كم كيلومتر بتسوق بالسنة، شو موديل السيارة، شو نوعها، قديش المكان اللي انت ساكن فيه، هل بتسوق للشغل وهل بتستخدمها للشغل ولا لا، كل هاي الامور. لكن الافرج في أوتوا كان 120، في كيبيك 40 دولار، في فرق كبير بالشهر. طبعا الديكير جدا جدا غالي للاطفال، طبعا الديكير للاطفال عمرهم اقل من 4 سنوات. في أوتوا الافرج من 30 ل 40 دولار، في كيبيك 8.5 دولار، واذا بتوديه على برايفت ديكير الجفرمنت تعمل لك سبسيديز بتدفع لك الفرق. السكولز، المدارس في أنتاريو 12 سنة اللي هي زي الدول العربية كلها، في كيبيك 11 سنة، وبعد ما يخلص المدرسة بروح سنتين اسمه شغل اسمه السيجيب أو كلية بدرس فيهم، بعدين بقدر يروح على الجامعة. قليل منهم بقدر يروحوا بعد السنة 11، ممكن إذا علاماته متفوقة وأمور كثيرة بتعتمد عليها، لكن عادة هذا الفرق. ففي ناس كثير اللي بتعيش في كيبيك بده يروح ينقل للدول العربية بتكون صعب. التدريس في المدارس، معظم المدارس في كيبيك خاصة للإميجرانتس بس بالفرنسي، يعني حالات نادرة الإميجرانتس بيقدروا يدرسوا أولادهم بالإنجليزي، لما يكون يعني أحد الوالدين دارس في كندا بالإنجليزي، في مدرسة بالإنجليزي، أو الولد عنده إعاقة لا سمح الله ما بيقدر يفهم، فقط.
أما في أوتاوا فتدريس باللغتين، ممكن تودي ابنك يدرس بالإنجليزي كله، ممكن تودي يدرس بالفرنسي كله، ممكن تودي يدرس شغلة اسمها immersion، بدرس إنجليزي وفرنسي مع بعض. الكلاسز في أوتاوا أصغر، عدد الطلاب أقل من كيبيك، فهناك في more crowded، والفند تبع المدارس في أنتاريو أحسن بشكل عام من كيبيك. اليونيفرسيتيز في عندنا هون اثنين يونيفرسيتيز في او ثلاثة الأصح، معظمهم بدرسوا بالانجليزي وبالفرنسي. في عندنا اكثر من كوليدج معظمهم بدرسوا بالانجليزي وفي بعض المواد بالفرنسي. بكيبيك او في جاتينو في بس جامعة واحدة صغيرة شوية، مش كل التخصصات فيها بدرس بس بالفرنسي، وفي اكثر من كوليدج بدرسوا بالفرنسي، بس كوليدج واحدة بتدرس بالانجليزي. التاكسز سيلز تاكسز، يعني لما تروح تشتري شغله مثلا تلفزيون او كمبيوتر او شيء زي هيك، تدفع في انتاريو 13% سيلز تاكس، بكيبيك بتدفع تقريبا 15%. طبعا هذا السيلز تاكس بنضاف على السعر اللي انت بتشوفه، يعني اذا شايف السعر 1000 دولار بتدفع 130 دولار في انتاريو، 150 في كيبيك. الآن أسعار البيوت، هذه شغل مهم جدا وديسيجن مهم جدا لما بدك تروح تشتري بيت. أسعار البيوت في أنتاريو أو في أوتاوا من 400 إلى 500 ألف الأفريج، أنا بحكي الأفريج، في بيوت نعم 280 ألف 300 و400 و380 ألف، بس نحكي الأفريج، وفي بيوت بمليون ونص في أوتاوا. في جاتينو الأفريج من 200 إلى 300 ألف، هذا المتوسط السعر. الانكم تاكس، الانكم تاكس بشكل عام في كيبيك اغلى، عشان هيك احنا لما بنحكي كله ارخص 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 ارخص، بس لما يصير عندك دخل انت في كيبيك بتدفع مور انكم تاكس. لما يكون دخلك 42% تقريبا بتدفع 5%، 42 الف سوري، بتدفع 5% فقط في انتاريو، وبتدفع 15% في كيبيك. الهيلث سيستم، الهيلث سيستم بشكل عام في انتاريو احسن بكثير من كيبيك، وبجاتينو تعتبر اسوأ المدن الموجودة في كيبيك بالهيلث كير، مستشفياتها تعتبر الاسوأ للاسف. عم بيحاولوا يصلحوا لكن الموضوع صعب جدا، في ضغط كثير على المستشفيات. الامرجنسي والهيلث كير بشكل عام سيء جدا، سيء في كيبيك. الآن الحصول على دكتور، فاميلي دكتور، يعتبر دريم بالنسبة لأهل، مش الكل طبعا، في ناس عندها، بس في ناس كتير خاصة الجايين جديد بتصعبوا كتير بالحصول على فاميلي دكتور. في أنتاريو الموضوع أسهل كتير. ذكرت شغلة إنه to rent an apartment مثال يعني على الأسعار، rent apartment في two bedrooms في أوتاوا apartment بدك حوالي 1000 ل 300 1400، بيعتمد شو في داخل فيها. في كيبيك من 800 ل 1000. البيع البيوت، احنا حكينا شراء البيوت ارخص كتير، بس بيع البيوت الريسيل في انتاريو وفي اوتاوا بالذات، بيع البيوت very easy، يعني اسبوع اسبوعين بتكون بايع البيت اذا بدك تتخلص من البيت وتبيعه. في كيبيك طبعا بيعتمد على البيت ومكانه، برضو في كيبيك صعب جدا بيع البيوت. في شغلة اخيرة بدي احكي عنها اللي هي بكيبيك في شغلة اسمها كارد اكسس جاتينو، عبارة عن مكتب، كارت مكتبة بتشتريه كل سنة سعره 15 دولار للشخص، لكنه بدخلك كل المرافق العامة تبعت جاتينو فور فري، يعني بتقدر تدخل المسابح كلها، الجيمات تبعت المدينة بكون عليها تخفيض، بتقدر تاخذ سبورتس رنتل فور فري، بايسيكلز، سكيينج، كل هالأمور بالشتاء وبالصيف. في كتير شغلات ممكن تستفيد منها، مش موجود هذا الحكي في أوتاوا للأسف، لكنه شيء رائع جدا في جاتينو. في عندنا هون في أوتاوا في لايبرري كارد فري، بتقدر تاخذ كتب من اللايبرري لإلك ولأولادك، لكن مش موجود كارد أكسس، يعني ما بتقدر، يعني بدك تروح على المسبح بدك تدفع 4 دولار كل مرة، إذا بتسبح كتير بيطلع عليك طبعا مبلغ في السنة، إذا أنت بتستخدم هذاك اللي بيكون أرخص لك كثير. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه المعلومات، تابعونا على القناة، اعملوا شير لهذا الفيديو، وإذا حابين تعرفوا شغلات أكثر بليز حطوا لي إياها في الكومنت. يعطيكم ألف عافية. أعجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.